المهندسة هناء الرملي، الخبيرة الاستشارية والمدربة في حماية الأطفال والأسرة من مخاطر الإنترنت، أهلا بك في ديجيتال. أهلا نايلة، أهلا. دايما الشكر لك لتسليطك الضوء على هاي الأمور المهمة وتوعية الناس بمختلف أنواع استخدامات الإنترنت. فأنا دايما بحييك على يعني جهودك انا يعني الكبيرة. مش هرد لك بالمثل واقول لك شكرا انت على جهودك، اللي كنت من اول الاشخاص يلي اهتموا بالنتيكات وبثقافه الانترنت وبتوعيه الاهل. بتذكر من التسعينات القرن الماضي يعني مع بدايه الانترنت. اهلا أنا بك. كثير سعيدة إنه دائما الإعلاميين اللي بيستضيفوني بيكونوا متذكرين إنه أنا من التسعينات كنت بحكي وبشتغل على هذا الموضوع، وإن شاء الله يعني فعلا يكون كنت من في أولى الأشخاص بالعالم العربي، يعني خلينا نكون صريحين ومتشكرين لإلك ووفيين لمجهودك اللي صار لك تقريبا من يعني من عقدين تقريبا عم تشتغلي على توعية الناس لمخاطر الإنترنت، ومن جهة تانية كيفية الاستخدام الجيد والأمثل للإنترنت. واليوم إذا عم بستضيفك هناء في موضوع تطرقت له مرارا وتكرارا ببرنامج ديجيتال وبكتبك، من خلال مثلا كتاب أبطال الإنترنت والكتاب المقبل اللي هو ميس طفلة الافتراضية، هو التحرش الجنسي بالأطفال والمراهقين إلكترونيا أي عبر الإنترنت، من خلال شبكات التواصل الاجتماعية أو أنا اللي بسميها المنصات الاجتماعية، أو من خلال ألعاب الإنترنت. طبعا هناء الرملي، أنت لديك خبرة طويلة في هذا المجال في التوعية، واليوم تقترحين عدد من الخطوات للأطفال والمراهقين يعني وأيضا للأهل لكي يتمكنوا هم من توعية الأطفال والمراهقين لكيفية التصدي للمتحرشين جنسيا عبر الإنترنت. إذن هناء الرملي، الخبيرة الاستشارية والمدربة، تشرحي لنا ما هي هذه الخطوات؟ نعم، التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي، بفضل أسميه الاستغلال الجنسي لأنه التحرش هو جزء من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. طبعا حكينا بهذا الموضوع نايلة، وفكرة إنه كيف طرق الحماية حكينا كتير، بس هاي المرة رح نحكي عن طرق التصدي. كيف لو كان الطفل، المراهق، الشاب، الشابة، بكل الفئات العمرية، لأنه هاي الظاهرة لا يسلم منها أحد من كلا الجنسين ومن كل المراحل العمرية. فكيف ممكن نتصدى لأي موقف ممكن يكون أونلاين ونواجه شخص يحاول أن يخترق ينتهك حقنا في وجودنا أونلاين بدون أن نتعرض لأي مخاطر؟ وهي فكرة إنه لازم كل أب وأم يلموا فيها حتى يوضحوها ويشرحوها لأطفالهم وأبنائهم من كل الأعمار، أبناء وبنات. بالنسبة للخطوة الأولى، أهم خطوة إنه المفترض إنه يطلب الطفل أو الطفلة بثقة إنه يوقف هذا الشخص المتحرش، يقول له ستوب، بكفي، ما بدي أسمعك، يقطع عليه أي محاولة للاستمرار والتواصل معه. ثاني إشي إنه ما يتجاوب مع المتحرش ولا بأي شكل من الأشكال، مهما كان متحرش مستفز، مهما كان بيحاول يعني بأساليبه، لأنه المتحرشين دائما عندهم أساليب يعني هي تتشابه، عادة تتشابه، لكن أساليبهم ملتوية وممكن ما تكون تخطر على بال أي أحد. ثاني شيء إنه لازم فوراً نروح نخبر أي شخص إحنا بنثق فيه، إذا كان الطفل في البيت يخبر أهله، إذا كان عند أحد من أقاربه يخبر حدا ثقة، إذا كان في المدرسة يخبر المشرف التربوي، في مركز ثقافي، في مكتبة، في أي كان مفترض يروح يخبر ويقوم، يعني ما يضل متواصل مع هذا الشخص. الخطوة الرابعة هي إنه لازم يحتفظ بنسخة من المكتوب، سواء إذا كانت الكلمات، إذا كان التحرش بالكلمات، مفترض نعمل سكرين شوت، ما نلغي المسجات، ما نلغي لو إيش ما كانت تكون، نحتفظ فيها، نعمل سكرين شوت إذا كان التحرش بالصور، بالفيديوهات، بفتح الكاميرا إلى آخره. ممكن نعمل سكرين شوت، ممكن نستخدم التطبيقات اللي بتسجل ما يدور على الشاشة. أنا دائما بالمحاضرات بقول استخدموا موبايل تاني وصوروا
يعني استخدموا موبايل تاني لتصوروا الفيديوهات اللي عم توصلكم، أو فتح الكاميرا أو أيا كان. يعني طبعا احنا حكينا انه المفترض نقطع عليه اي تواصل، فبيكون في محتوى بيثبت انه هاي وثائق تثبت ادانته، اذا ما اضطر الاهل انه يروحوا يبلغوا قسم الامن العام، جرائم الكترونيه، اي جهه رسميه. خامسا، لازم يبلغوا المسؤولين عن الموقع او التطبيق، ويرسل ريبورت تقرير. وكل تطبيق وكل منصه في لها طريقتها الخاصه في ارسال تقرير ابلاغ عن هذا النوع من الانتهاك. ايضا في الخطوه الثالثه، ابلاغ الشرطه في قسم الجرائم الالكترونيه، اي جهه اعلنت في البلد اللي انت مقيم فيه انه هي جهه مستعده لاستقبال البلاغات. اصبح في كثير جهات في بلاد عربيه وفي كل دول العالم. في عنا كمان سابعا، انه ما تحاول تنتقم من الشخص المتحرش ابدا، لانه اي انتقام ممكن يكون ضدك، بشكل انه ممكن تعتبر انت المتنمر ويستغل هذا الشيء ليدينك اذا ما قمت بالابلاغ عنه. اخر شيء، وهو هذا يعني اجراء مهم وضروري، اللي هو انه يحاصر المتحرش المستغل. كيف رح حاصره؟ انه يعمل بلوك من كل الوسائل والقنوات اللي عم يتواصل عليها ويوصلوا من خلالها، سواء ايميل، برنامج دردشه، اونلاين جيمز عم يحكي معه. المفترض انه يعمل بلوك من كل هاي القنوات اللي عم يتم فيها التحرش. في نصيحه اللي دائما انا دائما دائما أشدد عليها، إنه بليز دائما بالمحاضرات كونوا مرشدين وموجهين لغيركم، احكوا تجاربكم للغير، احكوا المعلومة اللي تعلمتوها، كيف طرق الحماية والتصدي، لأنه يعني ممكن كتير تفيدوا ناس، ممكن كتير تحموا أشخاص من إنه يقعوا في ضحية هؤلاء المتحرشين والمستغلين، بمجرد إنك أنت وصلت له هاي المعلومة. يعني خذوا المعلومة ونقلوها لتكونوا أنتم موجهين ومرشدين، ويكون لكم دور في الحد من انتشار ظاهرة الاستغلال الجنسي وتزايد وتفاقم عدد هؤلاء المتحرشين. المهندسة هناء الرملي، الخبيرة الاستشارية والمدربة في حماية الأطفال والأسرة من مخاطر الإنترنت، شكرا لك على هذه النصائح القيمة، ويعني أتمنى أن يكون لنا لقاءات مقبلة للحديث عن هذه الظاهرة وكيفية، يعني تحدثنا في الموضوع مرارا هناء، وهي كيف على الأهل أن يكشفوا إذا كان الأطفال يتعرضون للابتزاز الجنسي أو إلى التحرش الجنسي. شكرا لك. تمام، شكرا نايلة، وإن شاء الله الله بيحمي كل أطفالنا، كل أي حدا ممكن يكون أونلاين وبيستخدم الإنترنت ببراءة وبساطة وبيتعرض لأنه لهيك مواقف. الله يحمي الجميع إن شاء الله. شكرا لك.